حبيبك مستنية يا شهري ومن الله هدية، جمعنا عالطبلية أيامك حلوة يا رمضان، أيامك حلوة. والله أيام رمضان جميلة وكل أيام ربنا جميلة، فتتضاعف البركة والجمال وإحساسنا بالتفاؤل كده مع رمضان. كل سنة وكلكم طيبين. بشكر جدا كل أصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك، بشكر مشاعر غالية، ولاء صباح الفل، محمد عبده صباح الفل، أستاذ أمين عباس، أستاذ حمدي يوسف، إيمان نوار صباح الخير عليك إيمان، كل سنة ودي طيبة، أستاذ محمد الباقر، أستاذ عبد الله عبد الله، أستاذ إيهاب شبانة، أستاذ طاهر أبو زيد، أستاذ حازم أبو راوي، أستاذ عزام سعد. رسائل حلوة كتير هقراها حالا برضه.